أحلى صباح مسوية لكل متابعينا في المجمع العراقي في أمريكا وكندا من العراق ومن كافة دول العالم. اليوم الفلوك رح يكون شوية مختلف. اليوم رح نحكي عن الزراعة. طبعا بالتأكيد العراقيين كلهم متعلمين على نمط غذائي محدد، وبنفس الوقت متعلمين على خضروات محددة أمهاتنا بالبيوت دائما تستعملها. هذه الخضروات صعب أن تحصلها في المهجر، لكن في حال أن تحصلها لازم تعرف شلون تستعملها. اليوم راح نوضح شلون تهيئ لك خانات لزراعة هذه البذور وهي الحبوب اللي أنت جايبها من بلدك. طبعاً راح نطلعكم هسه الآلات أو الأدوات اللي إحنا نستعملها بتصميم وتنفيذ هذا المكان اللي سويناه مالت الخضروات العراقية، وإحنا سميناه الخضروات العراقية. نأكد بالمرة السلامة بالعمل أولاً. هاي الأجهزة اللي قاعد تشوفوها أجهزة معظمها حادة وممكن تأثر وتؤدي إلى يعني جروح. على كل حال، فهسه عندنا هذا المنشار. طبعاً هذا المنشار مهم جداً، هذا منشار كهربائي إذا مثل ما تشوفوا بالنصل مالته، اكو عده انصال. التشاكوش تعرفوا ذاك الدريل حق البراغي او للبراغي، وهذا ايضا مالته الشسمه. عندنا بعد مثلا هذا المنشار، نحن نستعمل هذا المنشار. المنشار هذا كلش مهم جدا ايضا لقص الخشب الناعم الفيتا، نستعملها للقياسات. هذه اللي هي الزوايا البليت الحديد اللي نربط بها اجزاء من الخشب، وهذه البراغي تعرفوها. هذه لو كان في عندنا اسطح تحتاج لها تعديل، وهذا التونج هو للمشمع اللي تشوفوه هناك، ذاك هو على الكرسي اللي راح نغطي به السقيفه. عندنا هذا ايضا نستعملها مساند للخشب. هذني النصول اللي قلت لكم عليها مالت المنشار الكهربائي اول واحد، بسامير، براغي، وهذا ايضا مساند وراسطات الخشب ايضا راح تكون هي من هاي اللي راح نستخدم بها احنا. راح نبلش هسه بالقطع الاخشاب. مثل ما قاعد تلاحظون سوينا ذن الفريمات، سوينا عدد 8 مثل ما تلاحظون اللي راح نثبت بها القاعدة أو القمرية. اوكي شباب، لا تنسوا الاشتراك بصفحتنا على اليوتيوب المجمع العراقي في امريكا وكندا، وبنفس الوقت مو تنسون احلى لايك. باي باي.